إنه الشخص الذي أبدع في اختلاق الشخصيات المجهولة والأساطير، سيف بن عمر التميمي، نفس الشخص الذي اختلق قصة عبد الله بن سبأ هو نفسه الذي اختلق قصة سلمى بنت مالك الفزارية وانفرد بها وشذ بها كل ذلك حتى تنزه عائشة عن كونها منبوحة الكلاب. اختلق لشخصية أخرى، امرأة أخرى وحادثة أخرى، ورتبها وفصلها، كتب السيناريو وخلى أبطال القصة وسوى لك قصة عجيبة غريبة تسمعها وتضحك. شنو القصة؟ احنا رجعنا، هو يقول هذا جاء في معجم البلدان، رجعنا إلى معجم البلدان لياقوت لا ياقوت الحموي في المجلد الثاني الصفحة 134. لاحظ الآن ياقوت الحموي في معجم البلدان لما جاء بمادة حوآب أولا ذكر انطباق ذلك على عائشة وقصتها المعروفة، ثم استطرادا جاء بالقصة الأخرى المنحولة المكذوبة. ولكن سعيد الأفغاني ترك الصدر وأخذ الذيل. شوف شلون أسلوب. ماذا قال ياقوت؟ يقول: وفي الحديث أن عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة الجمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب، فقالت: ما هذا الموضع؟ فقيل لها: هذا موضع يقال له الحوأب. فقالت: إنا لله، ما أراني إلا صاحبة القصة. فقيل لها: وأي قصة؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: وعنده نساؤه، ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتيبة وهمت بالرجل، عفوا، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتيبة. يقول: وهمت بالرجوع، عائشة همت بالرجوع، فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب. وفي كتاب سيف، الآن هو نقل الرواية المشهورة الصحيحة المعروفة أولا، ثم استطرادا جاء بالرواية الموضوعة الضعيفة وقال: في كتاب سيف، يعني كتاب سيف بن عمر التميمي، قال: وفي كتاب سيف أن فلال يوم بزاخة الذين كانوا مع طليحة المتنبي، طليحة الأسدي الذي تنبأ وقال: أنا نبي، أجمعت إلى ظفر، إلى قبيلة ظفر، وبها أم زمل أو أم زمل سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية، وكانت عزيزة في أهلها مثل أمها أم قرفة، فنزلوا إليها فذمرتهم وأقرتهم الحرب أو بالحرب. وكانت أم زمل اللي هي سلمى هذه بطلة القصة قد سبيت أيام أم قرفة فوهبت لعائشة فأعتقتها، فكانت تكون عندها، يعني هذه سلمى سبيت في حرب من الحروب بين القبائل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وهي الحرب اللي لا يعرف لها أصل ولا فصل. المهم يقولون سبوها أيضا، جاءوا بها إلى المدينة سبية، أعطيت لعائشة، عائشة اعتقتها صارت مولاة لها، فكانت معها دائما معها في البيت وكذا. سبحان الله،
لما النبي صلى الله عليه وآله جمع نساءه أزواجه وقال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب اتفاقا، هذه هم كانت قاعدة اتفاقا، هذه هم كانت موجودة، فينطبق كلام النبي على هذه لا على عائشة ولا على أي من أزواجه. شوف الحبكة الدرامية شلون تترتب. البكري من يريد يصير سيناريست يطلع مضبوط يرتبها لك من الأول إلى الأخير. قال فوهبت لعائشة فأعتقتها فكانت تكون عندها، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله دخل عليهن فقال إن إحداكن تستنبح كلاب أهل الحوأب، ثم رجعت سلمى إلى قومها، رجعت بعدين وارتدت في من ارتد، امرأة مرتدة، لأنه هذا النبي صلى الله عليه وآله لما قال هذا الكلام معلوم أن قوله هذا يقصد به الذم، فما يروق لهم أن يكون النبي قد ذم عائشة، شلون يصير؟ فقالوا نختلق لنا شخصية أخرى ونقول هذه مرتدة وملعونة الوالدين، فهذه هي التي ذم النبي صلى الله عليه وآله وقع عليها. قال ثم رجعت سلمى إلى قومها وارتدت في من ارتد، فلما رجع إليها الفلال طلبت بذلك الثأر فسيرت ما بين ظفر والحوأب حتى تجمع لها خلق كثير من غطفان وهوازن وسليم أو سليم وأسد وطيء، فبلغ ذلك خالدا فسار إليها، خالد بن الوليد فسار إليها واقتتل الفريقان قتالا شديدا وهي راكبة على جمل. سبحان الله، هذه هم صدفة، كلها صدف، ترى كلها صدف، وهي راكبة على جمل أمها، ما أخذ جمل مال أمها بعد وركبت عليها، حتى اجتمع على الجمل أناس من المسلمين فعقروه وقتلوها، وقتلوا حولها 100 رجل، فكانوا يرون أنها التي عناها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذه طلعت، ترى هذه أم الجمل، ترى مو عائشة، أي تلك مبرأة من فوق 7 سماوات من الجمل والحوأب و كل هذه الأمور. وأعجب حقيقة، أعجب العجب.